السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول كنت في بلاد بلجيكيا يقول كنت في بلاد بلجيكيا وزرت أحد المراكز الإسلامية هناك لأداء الصلاة، فوجدتهم يجمعون صلاة المغرب والعشاء بحجة أن العشاء متأخر وقريب من منتصف الليل، والناس تشتغل وتتعب ولا يمكنها أن تتأخر إلى وقت العشاء، فما حكم هذا الجمع وهل يجوز لهم هذا؟ ما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إلا للمطر، إلا للمطر، هذا الذي وردت به السنة. وأما لتأخر العشاء هذا ما يجيز الجمع. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.